السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اليوم في الوحدة الخامسة: المغناطيسية والحث الكهرومغناطيسية. 5 إلى 1: توليد المجالات المغناطيسية وتمثيلها. نعرف المجال المغناطيسي كحال غيره من المجالات كالمجال الكهربائي ومجال الجاذبية بأنه المنطقة المحيطة بالمغناطيس أو الموصل الذي يمر فيه التيار الكهربائي وتظهر فيه تأثير قوة ما. ويوجد المجال المغناطيسي حول الأقطاب المغناطيسية وحول الشحنات الكهربائية المتحركة في الموصلات. وقد تعرفنا على المجالات المغناطيسية في الصف العاشر، فنرجع للوراء استذكار بعض المعلومات المهمة. فإن المجالات المغناطيسية قد تحيط بالمغناطيس أو قد تحيط بالموصل أو السلك الذي يمر فيه تيار كهربائي، ونستطيع إظهار خطوط المجال المغناطيسي حول المغناطيس عن طريق برادة الحديد أو عن طريق وضع بوصلات صغيرة حول المغناطيس. ونستطيع أن نستنتج من الخطوط المحيطة بالمغناطيس الاستنتاجات التالية: 1. الاتجاه. إذا وضعنا بوصلة صغيرة في نقطة ما من المجال المغناطيسي، سوف تحاذي إبرتها امتداد خط المجال المغناطيسي عند تلك النقطة، ونستنتج أن خطوط المجال المغناطيسي تخرج من القطب الشمالي وتدخل في القطب الجنوبي. 2. الشدة. تشير الخطوط المتقاربة والكثيفة إلى مجال مغناطيسي قوي، وكما نلاحظ في تجربة برادة الحديد أن برادة الحديد تتجمع بكثرة حول قطبي المغناطيس، وهذا هو المكان الذي يكون فيه المجال المغناطيسي أقوى. 3. ونستطيع أن نستنتج بعض الملاحظات في الصور التالية: 1. نلاحظ من الصورة أن خطوط المجال المغناطيسي تخرج من القطب الشمالي وتدخل إلى القطب الجنوبي وتكون مقوسة الشكل. 2. عند تقريب مغناطيسين مختلفي الأقطاب يحدث بينهما تجاذب، ونلاحظ أن خطوط المجال المغناطيسي تتجه من القطب الشمالي للمغناطيس الأول إلى القطب الجنوبي للمغناطيس الثاني، بحيث تكون على شكل خطوط متوازية. جيم. عند تقريب مغناطيسين متشابهين في الأقطاب يحدث بينهما تنافر، بحيث تتباعد خطوط المجال المغناطيسي بين القطبين المتشابهين، بحيث تتكون بينهما منطقة لا تحتوي على خطوط المجال المغناطيسي. المغارط الكهربائية. لعلك لاحظت يوما في المسلسلات كيفية رفع أكوام الخردة الحديدية في ساحات الخردة، وكيف أن الآلة تقوم بجذب هذه الأكوام الكبيرة بسهولة. هذا النوع من المغناطيسات يسمى بالمغناطيس الكهربائي. والمغناطيس الكهربائي عبارة عن ملف من الأسلاك يصبح مغناطيسا عندما يتدفق تيار كهربائي بداخله، ويتكون المغناطيس الكهربائي النموذجي من ملف من الأسلاك النحاسية يسمى بالملف الحلزوني،
وعندما يتدفق تيار عبر السلك يتكون مجال مغناطيسي حول الملف، ويفترض ألا يكون الملف مصنوعا من مواد مغناطيسية. فالفكرة المهمة هي أن التيار هو الذي ينتج المجال المغناطيسي. وهناك ثلاثة طرائق لزيادة شدة المغناطيس الكهربائي. 1- زيادة شدة التيار الكهربائي، فكلما زادت شدة التيار ازدادت شدة المجال المغناطيسي. 2- زيادة عدد لفات الأسلاك في الملف، وهذا لا يعني جعل الملف أطول، بل يعني إضافة مزيد من اللفات حول المساحة نفسها لتركيز المجال المغناطيسي. 3- إضافة قلب من الحديد المطاوع، حيث يصبح القلب الحديدي أشد تمغنطا في المجال المغناطيسي، وهذا يجعل المجال المغناطيسي الكلي في الملف أقوى بكثير. ومن أهم مميزات المغانط الكهربائية هي إمكانية تشغيلها وإيقافها، حيث يتم ذلك بتشغيل أو إيقاف التيار الكهربائي، وهذا بدوره يعمل على المجال المغناطيسي أو اختفائه. وهذا هو أساس عدد من التطبيقات مثل الرافعات الكهرومغناطيسية التي تحرك القطع الفلزية الكبيرة، حيث يشغل التيار الكهربائي لتنشيط المغناطيس والتقاط الخردة الفلزية، وعندما تنقل للموقع المطلوب يوقف تشغيل المغناطيس الكهربائي فتنفصل الخردة الفلزية من المغناطيس الكهربائي. وتستخدم المغانط الكهربائية أيضا في أجراس الأبواب الكهربائية وفي مكبرات الصوت والمحركات الكهربائية والمحولات. يمكننا إنتاج المجال المغناطيسي عن طريق المغناطيس الدائم أو عن طريق تدفق تيار كهربائي في سلك أو ما يسمى بالمغناطيس الكهربائي. والمغناطيس الكهربائي دليل على وجود صلة وثيقة بين الكهرباء والمغناطيسية. عندما يتدفق تيار كهربائي عبر ملف حلزوني ينتج مجال مغناطيسي داخل الملف وخارجه. هذا المجال مشابه لذلك المجال المحيط بقضيب مغناطيسي من ناحية الخصائص التالية. 1- يتكون الملف من طرفين، أحدهما قطب شمالي والآخر قطب جنوبي، بحيث تخرج خطوط المجال المغناطيسي من القطب الشمالي وتدخل في القطب الجنوبي. 2- تكون خطوط المجال أكثر تقاربا عند القطبين، وهذا هو المكان الذي يكون فيه المجال المغناطيسي أقوى. 3- تظهر الخطوط المتباعدة أن المجال أضعف في هذه المناطق من المناطق التي تكون خطوطها متقاربة. 4- زيادة شدة المجال بواسطة زيادة شدة التيار الكهربائي، ويمكننا عكس اتجاه المجال عن طريق عكس اتجاه التيار الكهربائي. تكون خطوط المجال المغناطيسي على شكل دوائر في السلك المستقيم الذي يتدفق فيه تيار كهربائي. يحيط بكل تيار كهربائي المجال المغناطيسي الذي نشأ عنه. ولتحديد اتجاه المجال المغناطيسي حول ملف حلزوني يتدفق خلاله تيار كهربائي، فإننا ننظر إلى نهايتي الملف. فإذا كان التيار الكهربائي يتدفق باتجاه عقارب الساعة، فإن هذه الجهة هي قطب مغناطيسي جنوبي.
أما إذا كان التيار الكهربائي يتدفق عكس اتجاه عقارب الساعة، فإن هذه النهاية هي قطب مغناطيسي شمالي، بمعنى أن القطب المغناطيسي الجنوبي يكون اتجاه التيار فيه مع عقارب الساعة. وللتبسيط والتذكر، فإننا نكتب الحرف بهذا الشكل. أما القطب المغناطيسي الشمالي يكون اتجاه التيار فيه عكس عقارب الساعة. وللتبسيط نكتب الحرف بهذا الشكل لتذكر الاتجاه. ومن الطرائق الملائمة أيضا لتذكر ذلك هو استخدام قاعدة قبضة اليد اليمنى، والتي تدل على أن الأصابع تشير إلى اتجاه التيار، أما الإبهام فيشير إلى اتجاه القطب الشمالي. وقد نستطيع استخدام قاعدة قبضة اليد اليمنى في سلك يتدفق فيه تيار كهربائي لتحديد اتجاه خطوط المجال المغناطيسي، حيث نتخيل أننا نمسك السلك بيدنا اليمنى، فيشير الإبهام إلى اتجاه التيار الكهربائي، وتشير باقي الأصابع إلى اتجاه خطوط المجال المغناطيسي كما في الشكل. مقارنة المجالات المغناطيسية في الملف الحلزوني: تكون خطوط المجال متقاربة عند قطبي المغناطيس الكهربائي وبعيدا عن الملف. تكون الخطوط متباعدة، بمعنى أن المجال أضعف، وتكون خطوط المجال داخل الملف متوازية لتظهر أن المجال منتظم، بمعنى أن شدته ثابتة. وزيادة شدة التيار الكهربائي تولد مجالا مغناطيسيا أقوى، وعند عكس التيار الكهربائي فإن اتجاه المجال المغناطيسي ينعكس أيضا. أما في السلك، تكون خطوط المجال على شكل دوائر حول السلك، وكلما ابتعدنا عن السلك تتباعد خطوط المجال لتظهر أن المجال يكون أضعف. وإذا كانت شدة التيار الكهربائي أكبر، يكون المجال المغناطيسي أقوى، وبالتالي تكون الخطوط متقاربة أكثر. وإذا عكس التيار الكهربائي، ينعكس اتجاه المجال المغناطيسي أيضاً.